بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سوف نقدم لكم انبوكسين السمارت واتش المشهورة جدا المعروفة يو 8 او يو 8 يو 8 لون ابيض. نبدأ. هذه سمارت واتش، نرى من داخل العلبة فقط كيبل يو اس بي لشحنها او توصلها بال دانييل أو كتيب صغير. تعريف بها فقط، هذا ما يوجد. هذه هي سمارت واتش. هذا مكبر الصوت والمنفذ اليو اس بي للشحن. هذا ثقب للميكروفون. هذا زر للتشغيل والإطفاء. هذه الأزرار الأخرى باللمس، سنقوم بشعلها. هذه الساعة والتاريخ. هذه حالة البطارية مشحونة. هنا القائمة. تشغيل البلوتوث وربطها بالهاتف وسماع الموسيقى إلى غير ذلك. هذه برامج أخرى، برامج رياضية. وهذا الفون بوك، أرقام اتصالات. وهنا لإجراء المكالمات. وهنا لإرسال الرسائل طبعا عبر الهاتف عند ربطها بالهاتف. وهذا منبه الاستيقاظ. وهنا استماع الموسيقى عند ربطها بالهاتف، دائما تحتاج ربطها بالهاتف لتستمع إلى الموسيقى. وهنا ربطها بالهاتف لتقوم بالتصوير لك من الهاتف. هنا يقول لك بليز انستول كيتي نوتيفي، يطلب منك تنصيب تطبيق بي تي نوتيفي. يمكنك تزامن الساعة مع الهاتف لكي يبدأ التصوير. هذه يومية أجندة. هنا آلات حاسبة. هنا تطبيقات مكتبية أخرى لا أظن أنها مهمة. هنا لتعديل الساعة، تعديل القوائم. هذا المفعول بالساعة. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، مع منسوج آخر من مدونة إعلاميات. نرجو متابعتنا على المدونة والاشتراك في القناة إعلاميات على اليوتيوب لمزيد من المنتجات والشروحات النادرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.